خطيئة الشهوة. تمام؟ كل واحد بيبقى عنده شهوة لحاجة معينة. ايه اكتر حاجة انت بتبقى ضعيف قدامها وبتحس ان انت ليك عندك شهوة ليها؟ الاكل. الاكل، بتحب الاكل. حاول مع دي اني خلينا باكلش نقول كتير. دي شراهة، ماشي، لان عن شهوة. شهوة. مش حاجة والله، عادي يعني. ما ممكن عندكش شهوة لأي حاجة، مفيش حاجة ما بتقدرش تمسك نفسك لا، قدامها أو مفيش بتحس حاجة إن أنت بتشدني أوي ممكن في يعني. شهوة للشهرة، شهوة لا خالص، للنجاح، لا لا شهوة لا، هي يمكن للبطولات. شهوة للنجاح، شهوة للبطولات دي. دي عندي، ان انا دايما بحب نفسي ان انا اكون ناجح، وشهوة ان انا بخلي كل اللي حواليا لازم يكونوا هم اهم مني وهم اللي ناجحين. أنت بتعامل اللعيبة اللي معاك حلو جدا، وده لا، معروف عنك في كل الملعب. الناس والله العظيم، مش حاجات لعيبة، حتى بره مسمينك الملعب. أم طيباتي، ودي كلمة حلوة على فكرة. الحمد لله. تمام. طيب هسألك سؤال صريح، إمتى هتتجوز يا كهرباء؟ ربنا، لما ربنا يأذن إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إمتى؟ بفكر والله، بقالي 4 سنين والله العظيم نفسي أنا أتجوز والله. أنت عايز تتجوز، أنا نفسي، نفسك تتجوز، نفسي. طب إيه اللي منعك؟ لا لسه ما فيش نصيب. ما معكش فلوس؟ إيه؟ معكش فلوس؟ لا الحمد لله مستورة. الغرامة خلصت على فلوسك كلها؟ لا الحمد لله والله مستورة. طيب هتتجوز إمتى؟ يا قريب إن شاء والدتك الله. ساكتة لك ليه؟ لا ده هما نفسهم ان انا اقعد معاهم، والدي ووالدتي يا هما بيحبوني والدك قوي، ووالدتك مش عايزينك تتجوز؟ بيحبوني قوي. طب ما انت ممكن تتجوز وتقعد معاهم. ما انا بفكر والله بتفكر تعمل ان كده؟ شاء الله. يعني انت عايز واحدة توافق ان انت تقعدوا في نفس البيت مع والدك ووالدتك. لا بس انا مش هعمل كده يعني، مامتي مش عاوزه ان انا حد يقعد معاها، عايزين لوحدينا، فانا هعمل كده. بس لما ربنا يأذن ان شاء الله قريب طب باذن ايه الله. المواصفات اللي انت بتدور عليها؟ زي والدتي كده تبقى بالظبط، زي والدتك بالظبط اللي هي كل عاملة حاجه ازاي بقى؟ قول لي. يعني، كويسة محترمة طيبة. أهم حاجة تكون يعني حنينة، تحافظ عليا، تقدر إن أنا في شغلي، في حياتي، الكلام ده كله. صعب تلاقي المواصفات دي دلوقتي؟ ده لا، في كتير. في كتير. لا بتكلم في المواصفات اللي انت لا في بتقولها. كتير والله يعني، بلدنا ما شاء الله مليانة ناس كويسين، كانت كويسين ومحترمين. ليه بقى؟ انا حاساك ان انت يعني يمكن في الحلقة دي جبت سيرة اهلك كتير، والدك ووالدتك، مع ان انت ما سمعتكش قبل كده بتجيب سيرتهم. ما حسيتش قوي. لا انا خالص، بتكلم على البرامج. لا البرامج ده انا اهلي رقم واحد عندي. قول لي بحكي لي عنهم شوية. لا والدي ووالدتي واخويا واختي دول كل حياتي، وانا عايش عشانهم انت يعني. انا عايش بعمل عشان كل حاجه في الدنيا عشان ابويا وامي واختي واخويا يكونوا راضيين ومبسوطين، لان انا هم موفرين لي كل حاجه في حياتي. توفروا لك ايه؟ كل حاجه من وانا صغير هم اللي ربوني يعني، هم اللي عملوا كهرباء، هم اللي ساعدوني في حياتي. وبس، فانا يعني بالنسبه لي دول في اي حته بقول دول اهم حاجه في حياتي. انت تقدر تقول على نفسك ان انت كنت مثلا اسره متوسطه قبل ما تلعب، ولا اسره غنيه، ولا اسره على قدها؟ لا احنا الحمد لله اسره متوسطه يعني، والدي ووالدتي من زمان يعني عاملين لنا كل حاجه في حياتنا الحمد حققوا لله. لك كل اللي بتحلم بيه. الحمد لله. فكنا من اسره متوسطه وبس، فربنا كرمني، فحبيت ان انا بقى اخليهم مبسوطين واعمل لهم كل حاجه تعمل نفسهم لهم فيها، ايه؟ كل حاجه. لا اعمل لهم يعني يمكن كل حاجه باسمهم، كل حاجة باسمهم هم، أي حاجة بتجيبها على طول بتبقى باسمهم هم. بيوت، عربيات، باسمهم هم. ما عنديش حاجة باسم. والدتك دعوة على دعت على اللي ظلموك؟ كل يوم. كل يوم بتدعي عليهم؟ والدتي دايما عندها احساس باي حاجه لو هتحصل لي كانت بتقعد تقول لي. بس فوالدتي دايما معايا يعني، كان انا عندي كل يوم كده قبل الفجر بقعد جنب والدتي. طيب خطيئة الحسد، حسدت مين قبل كده؟ لا عمري ما حسدت بصراحة حد والله، عمري ما حسدت حد خالص؟ خالص والله، حتى لو بدون قصد. انا اي حد بشوف عليه حاجه حلوه بقول رب ما شاء الله، ربنا يكرمه. ما حسبتش امام عاشور قبل كده انا؟ لما راح الاهلي لا وخد خالص، نجوميه كبيره؟ ده ما يمكن حسبتوش؟ ده انا اسعد واحد في حياتي ان امام او اي لعيب في الفرقه يكون رقم واحد واشهر مني واجمل مني. بالنسبه لي ده انا احس بسعاده ان انا شايفه في الحته دي وانا اكون مساعده في حاجه زي كده. طب مين لعيب في نادي الزمالك نفسك تشوفه بيلعب في النادي الاهلي؟ لا فتوح، ما انا بقولها يمكن عشان فتوح قريب مني وشخصيه جميله، ومع اني عايز اقول لك حاجه، فتوح. هو بحب الزمالك جدا، بحب الزمالك جدا فصعب يعني. يمشي. زملكاوي جدا. مش زيزو؟ لا فتوح، فتوح مش عايز زيزو. طب حد حسدك قبل كده؟ اتحسدت؟ كتير. مين حسدك؟ لا ما اعرفش كتير والله. ايه اللي حصل لك عشان تقول انا اتحسدت؟
لا عادي، بيحصل حاجات كتير قوي بس مش لازم نقولها يعني في زي ايه مثلا؟ لا عادي، ممكن اكون نازل على السلم اقع عادي. لا بس حصل لك موقف، لا لا عادي موقف والله. ممكن تقول والدك قالت او والدتك قالت لك انت اتحسدت انت محسود؟ لا لا عادي والله. والدتك بترقيك؟ اه بترقيك ازاي؟ كتير يعني حاجة كده. طب قولي بترقيك لا ازاي؟ والله على فكرة ما كلنا كده، بتقعد جنب والدتي دايما والله، بتدعي لي تحط ايدك على راسك وترقيك وتقرا لك قرآن، بيجيب نتيجة؟ كل يوم. ده كل يوم، كل يوم بترقيك؟ بنات ده الصحة يا رب يا رب يا رب. طب قول لوالدتك كلمة بقى من هنا، عشان انت النهاردة جبت سيرتها كتير. ربنا يخليك ليا وما يحرمنيش منك طول العمر، وتفضلي كده خليني اسعد واحد في الدنيا، ودايما ما يحرمنيش من مكالمتك ليا قبل كل ماتش وبعد كل ماتش اكلمك قبل الماتش تقول لك ايه؟ على طول. ربنا ينصرك النهارده وينصر الفرقه كلها وترجعوا مجبورين الخاطر يا رب.